معايا الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم متخصص قلبيه، الاستاذ الدكتور اشرف عبد الحفيظ رحيم رئيس جامعه الفيوم، الاستاذ الدكتور خالد عمر النائب العام دكتور عصام رئيس جامعه القاهره، الساده نواب المتخصصين، الساده اعضاء مجلس النواب، شباب مصر الكرام. ياتي الملتقى الاول لشباب الجامعات الثقافه والشباب في المواجهه، امتدادا لجهود وزاره الثقافه في تعظيم الاستفاده من الموارد البشريه وتنميه قيم الوعي والانتماء والهويه لدى الشباب، وهي محاور عمل رئيسيه في برنامج عمل وزاره الثقافه خلال المرحله الراهنه، والذي ياتي في اطار توجهات الدوله الراميه لمد اصول التواصل مع الشباب وتمكينهم وتهيئة مناخ ملائم وإعدادهم لتولي مواقع المسؤولين. وتقدم وزارة الثقافة عبر قطاعاتها المختلفة برامج ثقافية وفنية تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وتشجيع المغمومين والنابلين والمبدعين وتحقيق العدالة الثقافية واستعادة الريادة الثقافية لمصر، بالإضافة للعمل على دعم الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافي. سيدات والسادة الحضور، إن هذا الملتقى يعد نموذجا رائعا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، حيث تتكامل جهود وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي ومحافظة القلبية لتحقيق الاستفادة المثمرة من أفكار الشباب الطموحة في تنمية المجتمع، إيمانا منا بأن إزدهار الأوطان وتقدمها مصدره الأول طاقات الشباب. وحسنا فعل الزملاء القائمون على تنظيم الملتقى